السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. إني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. آمين يا الله. أريد نصيحتك يا شيخ فيما يخص طالب علم جديد يحب تعلم العلوم الشرعية. يخص طالبة. طالب دي فاعل ولا مفعول ولا مؤنث ولا مذكر ولا ايه نظامها؟ طالب. طالب مذكر. يخص طالب او طالبي او طالبه. ها؟ طالب علم. طالب علم، لماذا فتحتها؟ لانه مضاف. مضاف ايه بس؟ طالبة. يخص طالبة. فاعل. فاعل؟ يخص طالبة. طالبة فاعل؟ مفعول به. أنا طيب ماشي خلاص. وصلت الحمد لله. في منصوب. ماشي تفضل. ما نصيحتك يا شيخ بأي كتاب يبدأ؟ بكتاب الله، ثم بالكتب الصحيحة التي فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أكيد. أنا أسأل عن أي هذه الكتب يعني. البخاري ومسلم، وبعدين عندك كتاب رياض الصالحين لا بأس به، وكتب التوحيد. لأي الشيوخ؟ لأي الشيوخ؟ والله أنا عملت كتاب طيب اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، كتاب طيب. هدية مني لك. حبيبنا يا شيخ. حبيبنا. الله يسلمك. بس كيف ارسل لي من ياخذ نسخه وساعطيه نسخه له ونسخه لك هديه. للاسف انا لست لا اقيم في مصر. للاسف الشديد. يلا العوض على الله. نعم. سؤال اخر يا شيخ.